12 قتيلا ونحو 30 جريحا حتى اللحظة جراء انفجار مجهول المصدر في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي. ميليشيا اللواء الباقر المدعومة من إيران تقيم 4 حواجز على طريق مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري بقوام 30 عنصرا لتفتيش السيارات بما فيها التابعة لضباط النظام. قوات النظام تقصف بقذائف المدفعية بلدتي خان العسل والمنصورة وحي الراشدين بالتزامن مع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام بحي الراشدين غرب حلب. الجيش الحر يستهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في الراموسة والأكاديمية العسكرية بحلب ردا على قصف مدنيين. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مدينة خان شيخون بريف إدلب إلى 7 مدنيين بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين بعضهم بحالة خطيرة. قصف صاروخي للنظام على مدينة مورك وقريتي الزكاة والأربعين في ريف حماة وفصيل جيش العزة يرد باستهداف المعسكر الروسي في قرية الكبارية بريف حماة.